مكملين فرح بفقرة أكيد بتهم كل الصبايا وبتهمنا. أنا كفي لحالك خليني أطلع فيهم. عم نشوف شغلات كتير حلوة اليوم بفقرتنا الأخيرة. أكيد حيكون معنا سمية مارديني، حضرتك مصممة أعمال يدوية. اليوم حنتعرف على الفراشة، حنتعرف على الوردة الجورية وموضة الإكسسوار لعام 2022. بدي أقولك صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. شو هالقصص الحلوة أول شيء؟ شكرا. صباح الخير سمية، ويعطيكي ألف عافية. طبعا مو جديد عليكي قديش بتجيبي لنا قصص مميزه وحلوه. اذا بدنا نحكي عن موضه السنه قبل ما نفوت بالتفاصيل عن احجام القطع يلي الصبايا اليوم عم بفضلوها، خبرينا شوي. لا هي السنه متناقضه شوي، يعني عنا القطعه يلي هي مثل الليره، قطعه كبيره، الجنزير العريض، القطعه الواضحه كثير، يعني هي موضه الاكثر من سلسال مع بعضهم البعض، هي كثير موضه وبيبقى معلق فيهم قطع كبيره، يعني مو قطع ناعمه ابدا. تمام. هي موضه. الموضه الثانيه يلي هي نقيض هي الموضه تماما، يلي هي قطعه كثير صغيره كثير ناعمه، يا دوب بتحسي ما بتبطل موضتها ابدا. لا اكيد، يعني هي اللي القطع الناعمه ما بتبطل موضتها نهائيا، بس هي السنه فاتوا بقصص كثير جديده يلي هي الورده الجوريه، الاقحوانه، دب الباندا، الغامه او الفلامينغو، يعني هي القصص اللي هي بتحسيها كثير غريبه انها هي تصير قطع اكسسوار. الخرز كثير موضه كمان، والفاروس. عم نشوف هيك شوي من اعمالك، الحقيقه شيء كثير حلو. اليوم قد ايه مهم من اليوم نحن ما نركض او نروح ورا الموضه بشيء نحن ما بيناسبنا، يعني احيانا نحن بينزل موديل فكلنا بنروح بهذا الاتجاه، ولكن ما كل شيء بيلبق لهذا الشخص، يعني دائما في تنسيق بالموديل، تنسيق بالالوان، تنسيق بشكل حتى الرقبه. نحن كيف اليوم حنقدر نلبس سلسال؟ عم نشوف هيك نسكت لك يا رشا. نقي هلا انا اذا بدنا نقي حلو هيك، حلو انا هيك بحب. هي قطع ناعمه، يعني بتجي من القطع الناعمه الوسط يعني تقريبا. خليني هيك. هلا هي القطع حلاوتها انه هي قطع ثابته، الوانها ثابته ما بتروح، مكفوله الوانها، مكفوله الوانها. تمام. في تحذيرات انه يعني، بس لا هلا مثل هي القطعة شوي فيك تستعمليها برياحة لأنه هي ألوان منيحة، يعني بعكس الأكسسوار العادي. على هي نحن اليوم على هي القطعة شيء ناعم وحلو. هلأ نحن ما عم نسوق، نحن حابين اليوم هيك يعني نبين أكثر عن موهبتك وعن أشغالك اليدوية. القطعة اللي تحتها هي هي الخرز الموضة كتير. هلأ هدول القطع كتير حلوة وبتنشغل بأكثر من طريقة، يعني هي فيها كتير فن إنه كيف فيك تفنني فيها، مرة بتخليها أكثر من دور، مرة دور ممكن واحد، ممكن دخل فيها أسماء. تمام. دخل فيها أسماء، الشيء اللي بيطلبه الشخص شغل. يعني حسب ذوق الشخص. هلأ هذا شغل. عندك الليرة كتير موضة، كتير حلوة، ما كتير موضة، كتير حلوة، كتير حلوة. يعني يمكن إذا كانت أصغر فرح أجمل بتطلع. هلا أنا ما بعرف ليش كل الليرة ما بحبها أبدا، ما بحبها الليرة. هلا شايفة هي هاي القصة، يعني اليوم فرح أنا ما أنا حابة، أنا اللي حابة. تماما، يعني هي هاي قصة أذواق، يعني لهيك نحن بنحاول إنه بخاصة بالإكسسوار إنك أنت ترضي كل الأذواق، يعني لما بدك تشتغلي ما بدك تشتغلي على ذوقك أنت، بدك تشتغلي على ذوق يعني المجموعة كاملة. تماما، الأذواق مختلفة. يعني هلا رشا بتحب الليرة، أنا ممكن ما بحبها. نعم. هلا هذا الشيء فقريه هلا هذا الشيء كثير موضه اللي هو قطع الخرز، يعني هي كثير كثير هلا دارجه مطلوبة كل البنات حابين. بس ما في اعمار معينه سميه لها القطع؟ يعني مثل هي القطعه لا فيها اي حدا يلبسها، يعني بتحسي اذا اشتريتيها لبنوته صغيره بتقعد معها بتحسيها رايحه هيك بناتي، رايحه هيك وهيك. تمام، يعني هي رايحه بناتي اكثر. كيف بتصير بقى اذا بدك تغيري فيها؟ تغيري التعليقه تبعها. تمام. ولا هو الخرز موضه للكل، يعني مو شيء محدد. يجي بعض الناس يمكن الصبايا السيدات بيقولوا لك مثلا بيجيبوا معهم التصميم بيقولوا لك انا بدي هات. تمام، يعني بتصير هي انه هلا هي بتصير طلب خاص منك. بتصير بحالات طبعا اذا بنقدر نفصل القطعه او اذا موادها موجوده. بس في حالات انه لا هلا موادها مو موجوده وما بتتفصل تفصيل، فهي صعبه شوي. بس غالبا اوكي بتصير. يعني شو بتستخدمي اليوم بتفصيل القطعه وقد ايه بتاخذ وقت معاكي؟ هلا اذا بدنا نفصل قطعه مثل هيك، هلا هدول بدي اشتري جاهز وطبق تطبيق، هي سهله كثير. يعني في شيء جهاز معين انت اليوم عم تستخدميه؟ لا هلا اذا بدنا نفصل قطعه تفصيل هي بتاخذ وقت كثير، لانه هي بدها شي 10 ايام شغل وقص وهالقصص. يعني مثلا الاسماء
قلنا على كمان تاخذ وقت، تاخذ وقت شي 10 ايام من الاسبوع للعشر ايام. اكيد سمية احكي لنا شوي عن الكارتيه لو سمحتي اليوم، يمكن الموضه القديمه المتجدده يلي ما اللي انا شخصيا كثير بحبها. رشا حبت اليوم شي فرح؟ لا انا بحب كل شيء الا هدول. فانا هدول كثير بحبهم. اليوم ليش موضتهم بتحسي سمية انه ما بتبطل دائما متجدده دائما؟ لانه هلا هي قطعه بتشبه الذهب، خلينا نكون صريحين شوي، يعني حتى موديلاتها هي موديلات بتشبه كثير الذهب، فلهيك انه بتحسي انك انت عم تشتري قطعه تاخذيها خلص عم تلبسيها على طول، يعني كانك لابسه قطعه ذهب. اكيد انت اذا اشتريتي قطعه ذهب ما كل شوي رح تغيريها، اكيد يعني اكيد يعني هذا مستحيل. ما كثير الصبايا فرح بيميلوا لا يعني انه لبس الذهب، يعني انه نلاقي حجه اليوم ما حلوين هدول احلى. ايه تماما. فهلا ايه يعني نحن ما بمقدورنا انه نلبس ذهب، حناخذ قطعه شوي تشبه الذهب. يعني بتفشي خلقك فيها انك انت حاطه قطعه بايدك هي حلوه والوانها حلوه، يعني ما ضروري انا البسها اليوم واقول للناس ذهب، لا انا لابسه اكسسوار. انا لابسه اكسسوار بس قطعه ثقيله، يعني هي ما لها قطعه. طيب السؤال الاهم، خبرينا على الاسعار. هلا هلا هدول اكيد ما حناخذ منك تفاصيل يعني، بس كمان غالي يعني بتناسب او لا؟ تمام. هلا هلا هيك هي قطع شوي ثقيله، يعني هي قطع بدك تقتنيها او تشتريها يعني مره صراحه يعني. اما مثل هيك هي قطعه يعني فيك تشتريها وفيك تلبسيها، وكثير قطعه بسيطه يعني متناوله لليد. يعني هدول الفرق هذا المبدا بيجي مع انه هي قطعه بتشتريها مره يعني واحده، يعني هي مواده انت حتى مواده غاليه. تمام غاليه. تمام. نسبه الربح عم تكون عندك كيف يعني اليوم؟ هلا انت حابه تلبسي الكل عم تقسميها؟ لا هلا نحن انا معروفه بالبازارات، يعني لما بشارك بالبازارات القطع عندي متواجده من قطعه الألف ليره يلي اي حدا بيقدر يشتريها وانت طالع، يعني عرفتي كيف؟ لحتى ترضي كل الاذواق. يعني هلا بيجيني ناس بيقول لك انا ما بحب اشتري قطعه على طول، يعني قطع اشتريها تروح لونها رد ارجع اشتري بعد منها قطعة خلص اشتريها البسها هيك سنتين مثلا ليروح لونها. هلا هي القطعه غاليه يعني بدك في قطعه ناخذها على اساس مكفوله بصراحه، يعني ما بدي يعني بتلاقي بعد فتره لحالها غير لونها حتى لو كنت كثير منتبهه انك تحتفظي فيها. ممكن تكفليها طبعا، تكفلي القطعه بتكفلها سنتين. تمام. يعني انا نحن كم مره يعني انا كافله قطعتي لمده سنتين يلي مكفوله. هلا اما الاكسسوار العادي لا، انا وقت بيجوا لعندي بتقلي مثلا قطعه الالف مكفوله اكيد لا. طبعا لا اكيد بالنهايه يعني سمية كل قطعه حاطه فيها من جهدك ومن وقتك ومن تعبك وكثير تفاصيل فيها. اليوم خلينا نحكي عن الاقبال كيف عم بيكون، يعني بصراحه في غلا وفي ظروف صعبه ما فينا ننكر، الاقبال عم بيكون مثل اول ما بديتي سمية؟ لا اخف اخف. بعذر يعني المواطن، يعني هلا مثلا اللي عنده بنتين ثلاثه بده يشتري لهم، يعني صعبه كثير انه يعني هلا بالاسعار الموجوده انه نحن نلبي الحاجه هي. نعم. في شغلات اهم ابدا من قطعه الاكسسوار. صار يفكروا بشيء الاهم، صرنا نفكر بالقصص الثانيه يعني الاهم يعني. طبعا. بس نفس الوقت يعني انا قطعه الالف عندي موجوده على طول لهذا السبب. يعني اذا بنوته اجت اخذه مصروفه وحبت انه تشتري قطعه مثلا ما تنحرم، بس ما تنحرم. تمام. يعني خلص تلبسها وتفش خلقها فيها، يعني انه هاي هاي هذا الشيء موجود. حلو جبر الخواطر اليوم سمية. طبعا. اكيد بدنا نشكر اول شيء بوجودك، واكيد اليوم البازارات كثير عم تكون مهمه بعملك بانتشارك وبتقديمك القطعه للناس بالشكل الصح وبالسعر الانسب، يعني البازارات كثير اكيد مهمه. وقتنا خلص نحن معك لليوم، حنستضيفك مره ثانيه بقطع جديده حلوه مره ثانيه. شو تجيبنا؟ شو جاي على بالك فرح؟ مره ثانيه حلقه حلقه من خلال خيل كمان المره الثانيه. انا لحالي مقرره انه بدنا نجيب حلقه تكون بلشت شوي صيفيه، والحلقه كثير حلو بالصيف بس هيك. انا بدي احكي شغله صغيره انه نحن هلا عنا بازار بإتسيا سبت واحد وتنين، يعني هو بازار غير ربحي كثير، يعني عرفتي كيف؟ شوي تعاوني مساعد لليوم للوضع اللي احنا فيه. تمام. ان شاء الله. شكرا اكيد سمية، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، شكرا لكل صبيه اختارت انه تعمل مشروعها ويكون يمكن كل ذوقها والناحيه الفنيه موجوده فيه بنفس الوقت يكون مصدر ربح ورزق وعمل لها. كل الشكر لك سمية.